خلينا بقى نبدأ مع حضراتكم ونشوف كده الأخبار وفقراتنا المختلفة، وعايزين نتكلم عن الدوري لأن ناس كتير جدا دلوقتي مهتمة بهذا الملف، طبعا سواء في الداخل أو في الخارج، الناس اللي هي عشاق يعني كرة القدم من مختلف أنحاء العالم، والدوري المصري تحديدا وهنتكلم عنه هو يعني في سخونة في الفترة الأخيرة جدا، يعني يمكن من الدوري اللي ممكن لغاية آخر لحظة مش عارفين الدوري لمين، ولكن عندنا إيمان أكيد، كل واحد بيبقى عنده إيمان الفريق بتاعه هو إن شاء الله اللي هيلقب، أو إحنا بالنسبة لنا كأهلي هنحافظ على اللقب. بس إمبارح الأهلي حقق فوز حقيقي نقدر نقول عليه غالي على إنبي، يعني لعبا خلينا نقول نتيجة تضارب كمان على طول للتعادل اللي حصل أمام الإسماعيلي، والأهلي نقدر نقول إن هو يعني هنعمل إيه يا جماعة، قدرنا إن إحنا نبقى دايما المركز الاول وما نقبلش غير كده. نتكلم عن اي بطوله يعني الاهلي علمنا فيها كده، عشان كده الجمهور حتى من حقه ان هو يحلم بكده او يطمح بكده. الحمد لله كان في تصحيح اخطاء كتيره جدا يا كريم شفناها صحيح. وبنحاول اهو نوصل للهدف بتاعنا يعني، لكن احنا هنرجع نقول احنا كاهلي ما مش بنعلق اخطائنا على اي حاجه، لا هنتكلم بقى هنا على يعني اخطاء تحكيميه، ولا هنتكلم على، ولا هنفتح ملفات، ولا نقول ضغط بيحصل، ولا هنقول في مؤامره بتحصل، ولا هنتكلم في الكلام ده اللي غيرنا ممكن يكون بيتكلم عنه، بس احنا عمرنا ما كنا بهذه يعني المدرسه. احنا بنركز في نفسنا، ويمكن ده الكلام اللي موسيماني قاله لما حتى احد الصحفيين يعني في المؤتمر الصحفي اللي تلا المباراه كريم كان بيساله بيقول له طب ورايك ايه في الترتيب بتاع الدوري الحالي، وساله على بعض الانديه المنافسه، قال له انا ما اتكلمش على اي نادي منافس، انا لا يعنيني، انا مركز في ماتشاتي اللي جايه، في حاجات انت مش بتغيرها، انا لازم عشان اغير اركز في نفسي، انا ما بتكلمش على حد، ما بتكلمش غير على الاهلي وهو ده اللي يهمني. واعتقد دي كانت رساله محترمه جدا من موسيماني. وبرده بمناسبه كلامك عن مساله الاخطاء، عايز اقول لحضراتكم ان التفصيله دي مهمه جدا، فكره ان احنا دايما بنواجه نفسنا بالاخطاء ودايما بنشتغل بقدر ما اوتينا من قوه ومن وسع ان احنا نعالج هذه الاخطاء، دي من ضمن اسلحه الاهلي التقليديه والكلاسيكيه في حصده لاي بطوله بشكل عام. دايما بنتكلم ونقول لو في اخطاء تحكيميه بنقول في اخطاء تحكيميه، لو في حد من اللعيبه مثلا اداؤه لاحظنا كلنا ان هو بعافيه حبتين بنقول ان اللعيب الفلاني اداؤه بعافيه حبتين، وفي كل الاحوال دايما بنرجع في نهايه الامر ونقول ما احنا لو كنا عملنا واجتهدنا وفزنا ما كانش بقى ده موقفنا، ما كناش حطينا نفسنا في هذا الموقف المؤسف. عموما الاهلي بشكل عام يستحق من كل اللاعبين ان هم يصححوا موقفهم وان هم يلعبوا كل المباريات المتبقيه ان شاء الله كالعاده بروح الفانيلا الحمراء. احنا ابطال افريقيا اخر نسختين وابطال الدوري وكاس اخر نسخه، وبنلعب باسم النادي الاهلي، ورا مننا مش مجرد جماهير، احنا بنتكلم على تقريبا شعب كامل ورا لعيبه النادي الاهلي وجهازه الفني والاداري. عايزين كمان نقول حاجه مهمه جدا، اكيد كل جماهير النادي الاهلي عارفاها كويس جدا بل ومتاكده منها، احنا يا جماعه مش بنلعب على بطوله مثلا بطوله واحده او بطوله وحشانه او لقب عز علينا بقاله سنين طويله وبندور عليه بقالنا فتره، احنا اصحاب الرقم القياسي في الفوز بدوري ابطال افريقيا والدوري العام، ونفس الامر بالنسبه لكاس مصر. اي بطوله افريقيه او محليه من غير ما يعني نعمل مجهود كبير اكيد حضراتكم هتركزوا وهتلاقوا ان الاهلي فارق وفارق بكتير جدا. ده وضع النادي الاهلي بشكل عام، نادي ما بيدفنش راسه في التراب عند اللزوم عشان يهرب من اي تحمل المسؤوليه او عشان يهض الطرف او يهض البصر عن اي اخطاء، لا في اخطاء بنقف عندها وبنحللها وبنعمل جاهدين على تصحيحها. أنا بتفق معاك جدا، وهنرجع تاني لنقطة بقى الجمهور وحق الجمهور أكيد برضو على الصعيد التاني إن هو دايما يكون متعطش للبطولات بطولة ورا بطولة، يمكن ده شفناه على أرض الواقع، بنبقى لسه النهاردة بنكسب بكرة عايزين نكسب البطولة اللي بعدها، الموسم لسه بيخلص خش على الموسم اللي بعده، وده برضو طلب مشروع جدا. أنت لما تبقى بتنتمي ل يعني رقم واحد في مثلا الكرة المصرية أو حتى الإفريقية، فأنت بطبيعة الحال لازم تكون متوقع دايما إن أنت تحافظ حتى على هذا اللقب، فشيء يعني يعني اعتقد ان هو مقبول الى حد كبير ومشروع. وامبارح برضو يعني على السوشيال ميديا عايز اقول لك الحمد لله في نوع من الايجابيه حاصله، يعني كنا بنتكلم في الفتره اللي فاتت ان كان في بعض اللوم الشديد او الهجوم او النقد الشديد للفريق، ولكن بجد انت لو دخلت على تويتر تحديدا هتلاقي في فرق كبير جدا، لا الجمهور دلوقتي بيقول لك انا معاك في كل خطوه، انا بشجع الفريق، في بعض الغيابات قد تحصل، في بعض لحد دلوقتي الاصابات، يعني محمد شريف مثلا لم يشارك، لكن برضو في اداء رائع جدا على الملعب بيتم، فاصبح هناك في نوع من الايجابيه الشديده، اصبح هناك في نوع من الثقه الشديده في الفريق او في الجهاز الفني اكتر من الاول كمان، يعني في فتره زي ما بيتقال عليها فتره مضغوطه، فالفتره اللي احنا فيها دي فتره صعبه وفيها تنافس بشكل كبير وكل
يوم السكور بيختلف وكل يوم الترتيب بيختلف، لكن انت عندك ثقة من قبل الجمهور في النادي الاهلي، فده شيء اعتقد كان ايجابي جدا امبارح. انت لو دخلت ناس فرحانة طبعا بالفوز، ولكن برضو بيتكلموا ان لسه في امل، لم يحسم بعد، احنا واثقين جدا، احنا ياما مرينا باوحش من كده، ولكن يعني الاهلي هو دايما بيفاجئنا وبينصرنا، فالموضوع لسه على الملعب. زي تاني هنتكلم لما موسيماني يتحدث بالامس، قال لك انا لسه قدامي ماتشات مهمه، انا مركز في اللي جاي، ماليش دعوه باي حاجه خارجيه تانيه بتتم. هو ده او هي دي المينتاليتي اللي احنا بنتكلم بيها. انت عارفه يا هوندي، ساعات كثيره بتبقى المشكله الحقيقيه مش في الانتقاد، مفيش حد في الدنيا كبير على انه ينتقد. بعدين احنا بنتكلم على النادي الاهلي اللي جماهيره وعشاقه بالملايين في كل مكان، والناس دي ليها حق على فكره عند كل اللعيبه، وبالمناسبه اكيد الجهاز الفني والاداري وكل لاعب من اللاعبين وكل المنتسبين للنادي الاهلي حاطين دايما نص بعيونهم رضا الجماهير عنهم. ففكرة ان حد من الجماهير او مجموعة من الجماهير عندها انتقاد ما لشيء ما حقهم، بس هي الفكرة في ايه؟ الصيغة اللي بتقولي بيها الانتقاد. انت ممكن تنتقدي نقد بناء بالمعنى الحرفي، يساعد على ان انت ايه لو في غلطات تتصلح، لو في تراجع يعني نعدله يعني، فاهم؟ لكن في طريقة نقد تحس ان ما ينتقش عنها ابدا غير هدم بس وخراب. أيوه. فدي الحاجه اللي تزعل، ولكن كالعاده احنا متاكدين ان نفس الامر اكيد هيكرر مع جماهير النادي الاهلي في كل الاماكن، ان هم هيكملوا مع النادي الاهلي بنفس القوه ونفس الحماس في تشجيعهم لفريقهم، وان شاء الله مع نهايه الموسم نكون احنا المتصدرين. هنعمل اللي علينا في بطوله الدوري حتى اخر لحظات هذه النسخه من الدوري، وهنعمل نفس الامر في بطوله الكاس، وطبعا هندخل على طول ان شاء الله في منافسات دوري ابطال افريقيا.